تداخل الحلقات، بإمكانك دمج الحلقات مع بعضها البعض. يعتبر هذا الخيار مفيد عند العمل مع جداول HTML المنشأة بطريقة ديناميكية. سنقوم بكتابة كود لطباعة جدول HTML باستخدام حلقتي فور. افتح ملف نصي جديد، اكتب معرفي كود PHP. قم بتحديد حواف الجدول باستخدام الكود print table border تساوي الواحد. الآن اكتب حلقة 4 y تساوي الواحد، y أصغر أو تساوي 12، y زائد زائد. ثم اكتب الأمر print tr لطباعة 12 سطرا في الجدول. اكتب حلقة 4 الثانية لطباعة 12 خلية في السطر 4 x تساوي الواحد، x أصغر أو تساوي 12، x زائد زائد. ثم اكتب الأمر print td. اطبع حاصل جداء x مع y ضمن خلية في الجدول. انتقل إلى خلية جديدة من خلال العبارة البرمجية print backslash td، ثم الأمر print backslash tr للانتقال إلى العمود التالي. قم بإنهاء معرف الجدول من خلال الأمر print backslash table. قم بحفظ الملف ضمن المجلد htdocs بالاسم table.php، ثم قم بفتح الملف باستخدام مستكشف الويب، وستجد أنه قد تم طبع جدول من 144 خلية.